آثار تعذيب لا تخطئها العين على جسد الشاب علي البطبوطي المعتقل في مركز شرطة باب الشيخ في بغداد والمتهم في إحدى القضايا. المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هكذا تقول القاعدة القانونية، غير أن الأجهزة الأمنية في عراق ما بعد الغزو الأمريكي تعمل وفق قاعدة أخرى، استحدثتها الأنظمة القمعية فالمتهم في نظرهم مدان ولو ثبتت براءته تم اعتقاله بتاريخ بشهر 12/2020 حال الى مكافحه الارهاب بعد التحقيق وانتهاء التحقيق من 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 خليه الصقور الى جهه الطلب، جهه الطلب كانت المحليه بعد المحليه تحول الى مكافحه الاجرام والتحقيق ساري والتعذيب على قدم وساق. تعذيب لا يبرره تحقيق وانتهاك لحقوق الانسان يعكس ما وصلت اليه الامور في العراق تحت حكم الاحزاب الفاسده والميليشيات التي تحتكر الوطن والوطنيه ولا ترى للمواطن اي حق فيه لا سيما ان كان ذلك المواطن ناشطا في الشان العام خادما لمجتمعه. كان إلى نشاط بقضايا خدمه الناس وايصال الاكسجين الى الناس عنده نشاطات بمجالات رعايه مؤسسات خيريه رعايه ايتام غيرها. هل من هل من الاحسان ان يتم التعامل وياه بوحشيه؟ عندنا ادله على ثمان ثمن منتسبين ضباط ومنتسبين لمده 13 يوم الى الصباح يتم تعذيبه بشكل قاسي جدا. جهود عشيره البطابطه من اجل حصول الشاب علي على حقه في محاكمه عادله تصطدم بواقع عراقي يؤكد ان العداله باتت حلما بعيد المنال في عراق الميليشيات والاحزاب الفاسده والتبعيه لاجندات الخارج